فعاليات احتفاله الاستعراضي الكبير، ما أثار الانتباه لوحة إفريقية برقصات ومعتقدات قديمة أداها أبناء المنطقة. أما بين هذه الحشود المندفعة فقد صادفنا الفنان الكوميدي حميد بن مسعود، جاء خصيصا لمشاهدة الاستعراض. التقارير هذه كتبين على أن المغرب ومع ديال الأصالة وديال الجذور، وهذا هو المغرب الحقيقي، لأنه محتفظ بهذا الشيء ديالو، بهذه التقاليد ديالو، هذه الناحية هذه. يعني أنا مفتخر لنا هنايا مع هاد الناس هادو. الفرق المشاركة أدت فقرات رمزية تجمع بين بوجلود والكرنفال، وبإيقاعات موسيقية مختلفة جاءت من مشارب عدة كابن سرقاو وطراست وإنزقان وحتى من تيزنيت لإغناء وصلات هذا الاستعراض. اليوم احنا هنا على أساس تنظيم والحفاظ على المورد الثقافي اللي كتمتاز به منطقة سوس. اليوم جينا كاملين كأيام العيد الفارطة باش نساهموا في التنظيم والحفاظ عليه، واللي كنتمناه هو انه تكون التضافر ديال الجهود ديال جميع الجمعيات اللي في تشيرة باش تعطي واحد الصورة رائعة لمدينة تشيرة الجهادية، وباش نوصلوا هذا الميراج هذا يكون ميراج دولي ان شاء الله. الانطلاقة تكون من امام الصخرة الرمزية لتشيرة في اتجاه الساحة التاريخية اسيس. اما الساكنة التي تشارك بدورها في الاستعراض فلا تخفي بهارها ببعض الفقرات. العائلات كلشي والناس كلها كتشكر، الناس كلها كتشكر هذا المهرجان، حيت كيفرحوا بزاف وكيهزوا الرجيم حتى يعاود يجي العيد الكبير ان شاء الله. عيد كبير عند الله، وكلشي كيفرح، وملك الصغير حتى الكبير كيفرح. التقليد ممارسات مسرحيه مورست باشكال بدائيه قديمه، لكنها تستحق التاريخ في صور لا تمحى من الذاكره. واحيانا هناك من بوجلود من يهوى التصوير الفوتوغرافي. والختام من شمال المغرب تطوان تحديدا، حيث نظر